سنوا قانون القومي كله حقد وكراهية، نفوا صبغة الرسمية عن لغتنا العربية. سنوا قانون القومي كله حقد وكراهية، نفوا الصبغة الرسمية عن لغتنا العربية. حملي سلمي ما بدنا عنصري، قمنا بحملي سلمي ما بدنا عنصري. قامت نهضة درزية بانتفاضة عربية، بانتفاضة عربية ضد الكرم ضد الحقد والسياسة الفاشل. نحن الأرض نحن البيت ومنرفع رايات السلم، بدنا عدل وشفافية. سنوا قانون القومي كله حقد وكراهية، نفوا صبغة الرسمية عن لغتنا العربية. بدنا عدل وشفافية حتى الشعب ما ينضام، إسلام دروز ومسيحية. نرحب بكم أجمل ترحيب، ويسعدنا حضوركم لمشاركتنا أمسيتنا الأدبية هذا المساء في بيت الكاتب بيت جن بمناسبة إصدار كتاب بسمة الروح، نسمة الروح للشاعر كمال إبراهيم المغار، وهو صديق لبيت الكاتب بيت جن. اسمحوا لي أن أدعو مدير بيت الكاتب الأديب جمال محمود قبلان ليقوم بإرافة الأمسية وإدارتها، مشكوراً. تفضل أبو خالد. مساء الخير وأهلاً وسهلاً بالجميع. بداية باسمكم جميعاً أدعو الشاعر الأخ أبو نزار كمال إبراهيم للجلوس في منصة. شكراً. يقول الجرمق: حزور يا جبلا يشمخ في العلا، أنت الإباء وعلى ثراك المغار بنت. مغار يا معشر الإيمان والتقوى، فيك الديانات والأقوام توحدت. مغار يا بلد الجود والطهارة والهدى، دمت لنا ذخرا وبأهدابك سائر المعمورة اقتدت. ويجيب حزور: جئت أخاطبكم باسم العامل والفلاح، باسم الشيخ الصامد في وطن الأجداد. جئت خاطبكم من بلد الأمجاد. مقطوعتان من قصيدتين للشاعر كمال إبراهيم من ديوانه الأول حديث الجرمق. كما أن الأغنية التي كنا نسمعها في خلفية اللقاء هي أيضا من كلمات الشاعر، وهي عن قانون القومية، غناء المطرب نمر أبو زيدان من المغار، ألحان الفنان لطفي عرايدي. الحضور الكريم، وإن كان ضيفنا الشاعر كمال الإعلامي والمربي أشهر من أن يعرف،
لكن لا بد لي في بداية اللقاء من بضع كلمات حق عن الشاعر وشعره. فكمال ولد عام 1951، أنهى الابتدائية في المغار والتحق بالثانوية في الرامة ليتتلمذ على يد المرحوم الأستاذ شكيب جهشان الذي زرع فيه وفينا حب اللغة العربية على مختلف فروعها، وفي شاعرنا بشكل خاص نظم الشعر، حيث بدأ نظمه للشعر منذ تلك الفترة. بعدها التحق بجامعة القدس حيث حصل على اللقب الأول في اللغة العربية وآدابها، ثم جامعة كاليفورنيا ليحصل على اللقب الثاني في نفس الموضوع، كما عمل أثناء تلك الفترة بالصحافة وشارك في مؤتمرات عديدة محلية ودولية. وبعد عودته من كاليفورنيا التحق بسلك التعليم في مدرسة المغار الشامل ألف ليخرج للتقاعد بعد فترة عطاء مميزة. جدير بالذكر أن الشاعر أصدر أكثر من 20 ديوانا وله قصائد مغناة عديدة، مما أثار اهتمام الإذاعات العربية في العالم العربي، وقد لحن وغنى قصائده ملحنون ومطربون ومطربات من سوريا، لبنان، مصر، قطر وغيرها، وترجم الكثير من قصائده للغات أجنبية. حصل الشاعر على جوائز كثيرة نذكر منها ومن باب الاختصار: جائزة كلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا، وجائزة نوبل العالمية من أكاديمية فيدبريكو الثاني في إيطاليا، وجائزة الإبداع للأدب العربي عن فئة الشعر العام وغيرها. وأما بخصوص موضوع أمسية الليلة وإشهار ديوانه الجديد نسمة الروح، والذي صدر هذه الأيام عن دار الحديث للإعلام والنشر في عسفيا، والذي صممت غلافه الفنانة ملك زاهر، فيحتوي على 33 قصيدة مختلفة الأغراض: الغزل والسياسة والوطنيات والرثاء، وتشمل أيضا قصائد مغناة. هذه المجموعة تشكل امتداداً لنهج الشاعر في اتباع أسلوب السهل الممتنع والحفاظ على الجرس الموسيقي، مع ابتكار صور جديدة غير مألوفة ينفرد بها الشاعر ليتميز أسلوبه عن غيره من الشعراء وليتخذ نهجاً خاصاً به. ويسعدنا أن نسمع رأي الناقدين والمعقبين في ذلك لاحقا خلال فقرات هذه الأمسية. ويهدي شاعرنا مجموعته هذه إلى الذين يرحلون عنا قبل الأوان، إلى الشعراء الذين ينظمون أجمل الألحان، إلى كل أخ وصديق وإنسان، إلى المحبين في كل زمان ومكان. كمال إبراهيم. أدعو الشاعر كمال علي إبراهيم للقراءة الأولى، فليتفضل. مساء الخير، شكراً أستاذ جمال على هذه المقدمة الشيقة والممتعة والمميزة. حضرات الجمهور الكريم، يسعدني في هذه الأمسية أن أكون ضيفاً على بيت جن بالذات وعلى بيت الكاتب والمكتبة العامة، فأهلاً بكم جميعاً
الحضور الكريم والمميز. سأقرأ قصيدتين الآن فقط. أيها العابرون، اعلموا أيها العابرون ها هنا أني إذا رحلت سأعود يوما مع العواصف والرياح وحبات اللقاح، أعود مع الطير المهاجر من الشمال إلى الجنوب والنسر المكابر، أقطع المسافات لأحط بين الروابي والتلال. اعلموا أيها العابرون فوق الثرى والزاحفون نحو المدائن والقرى أني إذا رحلت يوما سأعود مع هبات النسيم في الصباح، أفترش الأرض وأبعث الذكرى، ألملم الماضي والجراح، عبر الفيافي والسهول أشم عبير البنفسج ورائحة الحقول. اعلموا أني متجذر هنا في الصخر قبل وبعد الممات، أحكي قصة العمر أنشرها في الليل وفي الفجر مع بزوغ الشمس لتناطح السحاب. اعلموا أني إذا مت أعود، اعلموا أني إذا مت أعود، وعندما أعود سأبني كوخا خالدا أحفره في الصخر يطل على البحر ليهدي موجه الساحل والرمال شعرا جميلا يردده الصغار والكبار عبر العصور والأجيال، شعرا كله مآثر يروي قصة وطن عاش القهر والذلة وويلات الحروب، شعرا ينشد الحب والسلمة لكل الشعوب. ولابد من سوريا وما حدث لسوريا، وكانت فرحتنا كبيرة عند تحرير والمختطفات في السويداء، فكتبت في تحرير مختطفات السويداء، كتبت بتاريخ 9/11/2018 يوم التحرير: افرحي يا سويداء القلب وهللي، فاليوم قيد النساء والأطفال انكسر، هنيئا لك يا شآم في يوم جلل تحررت فيه النساء والعدل انتصر، بئس الفاسقون من الدواعش وكل الزمر، تبا لمن دنس الأرض واعتدى على الأهل في تدمر أو في حضر، نهواك يا شآم يا مرتع الأسود الكثر، اليوم نصرك في ليلة بان فيها القمر والظلم اندثر، ليكن نصرك يا شآم مزدانا صيفا وشتاء صحوا ومطر، اليوم شمخت فيك كل المعالم بنيانا وشجر، هنيئا لك يا سويداء الروح يا بؤبؤ العين والبصر، نحن أهل الحق نجل الله نعبد الأنبياء نحب بني البشر، لا نعتدي لا على زيد ولا على عمر، شعيب حامينا وسلمان مرشدنا، الحق راعينا وتظل حكمتنا عبرة لمن اعتبر. شكرا. شاعر وأديب له باع طويل وتجربة غنية وإصدارات كثيرة، وصديق قديم ومن مؤسسي بيت الكاتب، الشاعر الأخ شفيق قبلان، ندعوه ليلقي نظرة في مسيرة الشاعر كمال إبراهيم الأدبية والإعلامية. نظرة في مسيرة كمال إبراهيم الإعلامية والأدبية. الشاعر الإعلامي والمربي كمال إبراهيم قطع شوطا بعيدا لا يستهان به في المجالات الثلاثة آنفة الذكر، فهو شاعر غزير الإنتاج، قل أن نجد من بين الشعراء من يكتب أو يصدر مجموعتين شعريتين في كل عام مثل ما يفعل كمال إبراهيم، الذي أصدر على امتداد 12 عاما الأخيرة 21 إصدارا، منها إصدار واحد دراسات في الأدب والباقي مجموعات شعرية. ويعرف عن كمال إبراهيم أنه يكتب كل أنواع الشعر القديم وشعر التفعيلة والحديث، ويمتاز أسلوبه بما يسمى السهل الممتنع،
وفي مجال الإعلام عرف كمال إبراهيم كمراسل الإذاعة في سنوات السبعينات من الألفية السابقة، ومراسلا لصوت إسرائيل من أمريكا بين الأعوام 1978 إلى 1982. وخلال ممارسته مهنة الصحافة حقق كمال إبراهيم نجاحات كبيرة منها السبق الصحفي، فنذكر على سبيل المثال الحصر الحوار المصور الذي أجراه في 28/12/2009 مع كل من وليد جنبلاط والوزير السابق وائل أبو فاعور في قبرص خلال لقاء وفد التواصل بهما في ليمسول. واشتهر كمال إبراهيم أيضا بالحوارات الصوتية التي يجريها في الآونة الأخيرة مع العديد من الشخصيات من العالم العربي كالإعلاميين والموسيقيين والرسامين والشعراء من بلدان عربية مختلفة، منها تونس، الأردن، لبنان، سوريا وحتى قطر. ويجب أن نذكر أن كمال إبراهيم يحقق نجاحا كبيرا من خلال إدارته لموقعه الإخباري الثقافي سبيل. ومن هذا النجاح نذكر برنامج ذكريات من الماضي الذي أجرى خلاله مقابلات وحوارات بالصوت والصورة مع أكثر من 13 مسنا من سكان المغار، تحدثوا خلالها عن ذكرياتهم والتجارب التي مروا بها في تاريخ المغار منذ الثلاثينات من القرن الماضي وخلال الحرب العالمية الثانية، والعادات والتقاليد التي كانت تسود المغار في الماضي، والأحداث التي شهدتها القرية في حرب 48. ومما يجب ذكره عن كمال إبراهيم في مجال الشعر الحوارات التي أجرتها ولا زالت تجريها معه إذاعات عربية عديدة من تونس وفرنسا، وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وإذاعة الريان السورية، وإذاعة صدى الجبل من الإمارات، وإذاعة مكان هنا، وتلفزيون نبتون في سخنين. وفي المجال التربوي يعرف أن كمال إبراهيم مرب ناجح درس في مدارس شرقي القدس في أوائل السبعينات، ودرس اللغة العبرية في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس خلال دراسته للقب الثاني في آداب اللغة العربية هناك، كما عمل مدرسا للغتين العبرية والعربية لمدة 22 عاما في المدرسة الشاملة ألف المغار إلى أن خرج للتقاعد سنة 2007 وتفرغ للعمل الصحفي بعد إنشائه موقعه الإخباري سبيل وتفرغه لكتابة الشعر، حيث أصدر كما أسلفنا حتى الآن 21 إصدارا منها 20 شعرا. وفي مجال الشعر اشتهر كمال إبراهيم بتنويع قصائده متعددة الأغراض، حيث كتب في رثاء سلطان باشا الأطرش قصيدة أبيات مهداة لسلطان باشا الأطرش يقول فيها: دروز هم الثوار كم سل سيفهم، عرفنا بهم جودا وصدقا وإيمانا، نراهم بحرب خاضها الغرب طامعا هواة الردى، سل يا فرنسي حورانا، أما مزق الثوار جيشا عرمرما، أما قابل الحكام الفرنسي بركانا، وكم ثارت طود السويداء، وكم ثار طود السويداء سهمه عزيزا بأشبال فخورا بسلطانا، هو الرائد المنشود والمجد مجده حليم أجاد الحرب يوما فأجدانا.
هذه القصيدة لحنها كمال سلامة من بيت جن وغناها أمين فارس. وفي الشعر الوطني والسياسي والاجتماعي والفلسفي والرثاء كتب مثلا في ديوان حديث الجرمق بكورة أعماله قصيدة وطني صفحة 22 التي يقول فيها: وطني يا حلما يتحقق يصرخ في وجه الأعداء، وطني يا قمرا يتألق في أفق الحرية في كل سماء، وطني زنبقة تتفتح تتحدى الإعصار صيفا وشتاء. ومن قصائده المشهورة قصيدة وصايا من ديوان أنا وأنت والشعر صفحة 27: كن في هذا العالم أيا كنت، كن عربيا أو عبريا، أمريكيا أو روسيا، أو كن هنديا أو كنديا، واجنح دوما نحو السلم، اتبع في هذا العالم أي نبي كان، أحبب دينك لكن لا تتعصب، لا تكره أيا من بين الأديان، اقرأ في هذا العالم أي الأفكار، ادرس ما أحببت لكن لا تتقيد، لا تتصلب كالأحجار، بل كن دوما كالأزهار، كن بشريا، كن أخويا، لا تقتل، لا تسرق، لا تكذب، لا تكره بل أحبب، لا تكره بل أحبب، لا تبني بينك والآخر أي جدار، ازرع في نفسك معنى الصدق، وادع دوما للإخلاص، علم ابنك معنى الرفق، وانشر دوما حب الناس، كن إنسانا يحمل عطفا، ازرع وردا، اغرس حبا، واملأ قلبك بالإحساس، هذا هو قلب كمال إبراهيم الكبير. ومن قصائده المشهورة قصيدة الشام والحرب من ديوان رحيق وعسل صفحة 13 التي يبكي فيها الحال التي وصلت إليها سوريا بسبب الحرب ووجعها على السويداء التي تأثرت بهذه الحرب، يقول فيها: سويداء القلب تلفعني تيمنا، والنار في جسدي كالشمس تلتهب، دمشق الشام باتت حزينة، والسويداء بأهلها اليوم تضطرب، بلد الأحبة تكويني تلهفا، بلد الأحبة تكويني تلهفا، والشوق يأخذني إليها يتصبب، ما بالها اليوم أنوارها انطفأت، لساعات يختفي فيها الضوء والشهب، شبابها قد هجروا الأرض وابتعدوا، من أجل لقمة العيش قد غربوا، لأجلك سوريا القلب أضحى حزينا، والدمع على الخدين ينسكب. شعيب يا مرشد الأنام ومصباح الظلام، يا ساكن حطين في أشرف مقامي، أنت السيد الأوحد والنبي الأجود، صاحب الحكمة على مر العصور والأيام، شعيب فيك انتخينا في الحروب، وفي مقامك رفرفت رايات السلام، شعيب يا ناصر صلاح الدين، يا سيد الأنبياء والرسل الكرام، رجوتك سيدي أنزل عدلك على العباد، وانصر الحق في البيت الحرام، رجوتك أن تبعد عن الشرق كابوس الحرب والإجرام. شعيب يا سند الفؤاد، يا باعث النور في الوهاد، شعيب يا رمز الطهارة والهدى، يا راعي السلم في كل البلاد، أنت الإمام الأجود، أنت الموحد، يا نبي العزة والأمجاد. شكرا لكم على الإصغاء. شكرا للشاعر أبي شادي شفيق قبلان. الشاعر كمال إبراهيم
عاش الغربة خلال فترة تعليمه، فجسدها والحنين للوطن في قصائده، فيقول في لوحة ضائعة: سافرت بعيدا يا وطني، سافرت بعيدا يا وطني أبحث عن لوحة شعر رمزية، ضاعت مذ عصفت في صدرك يا وطني الريح الهمجية، سافرت بعيدا ومكثت طويلا، لكني من دون سمائك يا وطني أشهد أن لا معنى للحرية، من دون سمائك يا وطني أشهد أن لا معنى للحرية. قصيدة مغناة قام بتلحينها وغنائها الموسيقي الفنان ابن الرامة الأخ سالم درويش، أدعوه ليتحدثنا بذلك. سافرت بعيدا يا وطني، سافرت بعيدا يا وطني، أبحث عن لوحة شعر رمزية، ضاعت مضعصفت في صدرك يا وطني، الريح الهمجية، سافرت بعيدا يا وطني، أبحث عن لوحة شعر رمزية، ضاعت مضعصفت في صدرك يا وطني، الريح الهمجية، سافرت بعيدا ومكثت طويلا، سافرت بعيدا ومكثت طويلا، في باريس وفي لندن، في مدريد وواشنطن، في باريس وفي لندن، في مدريد وواشنطن، في مدن أخرى غربية، فطربت طربت كثيرا ورقصت كثيرا، طربت طربت كثيرا ورقصت كثيرا، في أبراج عاجية، في أبراج عاجية، في أبراج عاجية، يا ليلي يا ليل، في أبراج عاجية، طربت ورقصت كثيرا، لكني من دون سمائك يا وطني أشهد أن لا معنى للحرية. شكرا. كان من المفروض أن يشارك
في هذه الأمسية الأخ نادر أبو تامر الإعلامي المعروف والذي تعذر عليه الوصول، لذا سأقوم بقراءة بعض ما بعث لنا. الأستاذ الشاعر كمال إبراهيم هكذا يقول نادر: يضغط على زناد الشعر فتنطلق من فوهات القصيدة أكاليل من الورد الجميل وباقات من التعابير الرومانسية التي يقصف من خلالها القاسي والداني، حيث يكتب لكل مقام مقالا وقصيدة تختزل الحدث وتعطيه حقه الكامل، لا يترك الأحداث جانبا ولا يختار عن قصد الوقوف على قارعة القصيدة ولا على رصيف الأحداث، بل يرغب أن يكون جزءا لا يتجزأ من الفعل الإنساني الغارق بالإحساس والمغمور بالعاطفة والمعمور بالوجدان. على سبيل المثال، اتصل بي لكي يشارك في تشييع جثمان المرحومة آية مصاروي التي طالتها يد الغدر هناك في المناطق البعيدة والمظلمة المشبعة برائحة الموت، أستراليا. شعر عندما وصل الخبر وكأن آية ابنته، هكذا كان شعوره الإنساني النبيل، فجلس في ساعة متأخرة من تلك الليلة يحدق في تضاريس القمر وينقش عليه من ريشته السحرية كلمات تمنح العائلة المنكوبة حقها في بعض الرثاء الخارج من أعماق النفس البشرية، فراح يقول في ديوانه نسمة الروح: رحماك يا آية يا ابنة باقة الغربية، رصاصة الغدر طالتك في بلاد قصية. آية يا زهرة ذوت في بعثة جامعية، بموتك هذا تزعزعت في كل حدب وصلب أركان البشرية. آية يا شمعة طفئت لروحك السلام، ولك الخلود في الجنة الأبدية. الأستاذ الشاعر كمال إبراهيم يطلب من منطلق الانتماء للأرض، للوطن، للرحيق، للإنسان، ولا يهم أكان ذلك في الشام أو لبنان، لأنه يضع الألحان المطعمة بالنشان ولا نسيان، لا في آذار ولا نيسان. للبنان يكتب الأستاذ الشاعر إحدى أجمل القصائد بالعامية التي تروي الحزن العربي عامة والمحلية خاصة، في ظل تشظي الروح والريح القادمة من الشمال برائحة البارود وطعم الكبريت. الله يصونك يا لبنان، يا وطن الأرز المشهور، جبالك الله يحميها من غدر المحتل المأجور، والله ينور أرزاتك تيعشش فيها الشحرور. والأستاذ الشاعر كمال إبراهيم مغرم حتى النخاع بالحب والهيام، بالوطن والسلام، بالعاطفة والوئام. يقول الأستاذ الشاعر كمال إبراهيم في قصيدته بعنوان شذا: شذاكي بدعة لا تشترى ولا تباع، يهيم القلب فيه متيما ملتاع، أنا الشاعر المحب كتبت فيك شعرا ميزته الإبداع، أنا الشاعر المحب كتبت فيك شعرا ميزته الإبداع، جمالك صلاة الخاشعين للخالق المطاع.
وتغلب على الأستاذ الشاعر كمال إبراهيم الشفافية المعبقة بالورد والحب الغائر في خاصرة الياسمين وتناقضات بين الجنة والنار، حيث يقول في قصيدته: كوني جنتي كوني جنتي وإن شئت جهنمي، فأنا وأنت تبادلنا حبنا الثائر، أنا المتيم فقابليني لآتيك عاشقا مهاما. ويعنى الأستاذ الشاعر كمال إبراهيم كثيرا في قصائده بالموسيقى الداخلية للقصيدة، والتي تتزنر وتتمنطق بالقافية المسجوعة التي تضفي على قامة القصيدة قلادة الإيقاعات المنقوعة بالمشاعر، ويستحضر دوما وبدون كلل أو ملل قريته المغار لتكون مرجعية الروح، كما جاء في قصيدته التي يحيي فيها حبيبته الجميلة بصباح مترع بالحضور: صباح الورد والفل والياسمين لأجمل امرأة، فاق حسنها نساء الكون في الشرق والغرب وفي الصين، عربية أسكنها الإله أجمل مكان في أعالي الجليل في فلسطين. وهذا ما وجده أيضا الناقد الصديق منير تومة في قراءاته المتأنية والمستفيضة لبعض أعمال الأستاذ الشاعر كمال إبراهيم، حيث يقول: يغلب على شعر الأستاذ كمال إبراهيم النزعة الإنسانية الظاهرة التي تنحو نحو التعاطف مع الألم الإنساني والثورة الهادئة على الظلم الاجتماعي والسياسي بكافة صوره وأشكاله. ونحن نجد في قصيدة المغار أولى قصائد مجموعة حديث الجرمق دعوة إلى الوحدة الوطنية وتأكيدا عليها بين أبناء الشعب الواحد من كافة الانتماءات والطوائف. وفيها يعبر الأستاذ الشاعر عن اعتزازه وفخره ببلدته التي يسودها التسامح والود والإخاء والكرم والشهامة، حيث ينتبه الناقد للنزعة الإنسانية الخالصة في قصائد الأستاذ الشاعر، حيث يردف منوها: وهنا يريد الأستاذ الشاعر كمال إبراهيم أن يشير بأنه ليس هناك أجمل من طفل يضحك، وليس هناك أشقى من طفل يبكي أو شيخ يترك وحيدا معزولا لا يكترث به، يعاني من الابتئاس، كما أنه ليس هناك أروع وأحلى من مرأى الأطفال على أذرع الأمهات في هذه الحياة. هذه الروح الإنسانية المشبعة بحب الناس وحب الوحدة والتسامح بين الأديان هي خلاصة القراءات المتباينة لأعمال الأستاذ الشاعر كمال إبراهيم، الذي يكافح من أجل ترسيخ الحس الإنساني الوافر الانتماء والنقاء والصفاء، سواء كان ذلك في الصباح أو المساء. كان يلقي قصيدته بين خلانه أو عبر الأثير على الهواء، فواضح أن ما يرفعه من اللواء هو الحس المشغول بالإنسان في كل مكان وفي كل زمان. وهذا ما يشعره بالحزن عندما يغادر هذه الدنيا صديقه الأستاذ الشاعر الفيلسوف ابن الكرم الأشم معين حاطوم، حيث يكتب لروحه توصيات من قاعدة الورد المصفى يستذكر فيها الأسماء الكبيرة الأخرى التي كتبت عنا ولنا، حيث يقول: ما بال الشعراء يودعونا مبكرا، هل خيالهم يأبى العيش طويلة، أم للأقدار عمرهم محيلة. بالأمس ودعنا مفيدا وسلمان من قبله وسميحا ودرويشا ونزيها، واليوم معين لفه الكفن.
معينه. يا فارس الشعر، يا سيد الحسن والكرم، يا باعث النور في رواب الوطن، ودعتنا فالقلب يعصره الألم، ودعتنا فالقلب يعصره الألم، القرطاس يبكيك والريشة والقلم. وفي الحب نجده إنسانا، وفي الموت نجده إنسانا، يبحث عن الحياة، يبحث عن المستقبل لأبناء طائفته وشعبه. وعند الأستاذ الشاعر يتضافر الوطن مع الحب، وما فائدة الوطن بدون أن يزرع ترابه بالمحبة، وما في فائدة المكان دون المحبة بين بني الإنسان، كما يروي لنا في قصيدته لو تعلمين. أنت شعري وسمائي، أنت وحي وغنائي، لو تعلمين كم أحبك. يا وهجي في صيفي وشتائي، حبيبة الروح، يا رعشة الوجدان، أنت عشيقة القلب وأنا المحب، مذ عرفتك صرت أنا الشاعر الفنان. هو شاعر محب رومانسي، يعيش الحب بأصغر تفاصيله، وخير القصائد التي تدل على هذا المنحى والتوجه القصيدة التي يحمل الديوان اسمها بعنوان نسمة الروح، حيث يقول: حسنك أرجوحة تبعث في النفس السلام، وطيفك قصيدة نقشتها على الرخام، سامريني في عتمة الليل وفي المساء، يا نسمة الروح يا أجمل النساء. باسمكم باسم الشاعر نشكر الإعلامي نادر أبو تامر على مداخلته القيمة، نحييه وتمنى له التوفيق الدائم. سنستمع معا عبر موقع بيت الكاتب لأغنية ليلى، نظم الشاعر كمال إبراهيم، تلحين وغناء المطرب السوري الذي يقيم بقطر عارف بركة. شعري وديني
تهجري صبا الله الغرام بليلة والعشق رسالتي وحنيني لابد من الغزل من ديوان نسمة الروح. وسأقرأ أولا أنا قيس ليلى ما كانت أغنية ليلى حبيبتي أنا قيس سألثم صفحة الورق التي أخط عليها لك القصيدة وأغرق في سبات عميق سأحاور الكلمات بمشاعر تستفيض شوقا من دون وجل سأكتب لك ما يجول في خاطري من خيال بعيدا عن المألوف بقلب شغوف تجتاحني حيرة العاشق الملهوف مع تنهيدة شاعر عطوف لا يأبه بما سيأتي به القدر ربما اللقاء وربما البعاد لكني لن أنكسر سأظل على أمل فحبيبتي لا ترحلي بعيدا إني قررت السفر ها أنا أنتظر القطار بلوعة المشتاق أمسك مفتاح السعادة في هنيهات الانتظار سآتيك فارسا مدججا بالحرب السرمدي والشوق الأبدي إلى لقاء. نفحة أمل. أسافر في غياهب الظلام أبحر على صدري نفحة أمل
أسأل الدجى كم من الليل تبقى كي أفيق بعد أن يجلو المنام. يا سكرة الليل يا أرجوحة القمر بادلين الشوق واعزفي لحنا يداعب الوتر. كم من نشيد كتبته في دفاتر ألحاني راقص البدر وغنى من وحي إيماني. أنا المعذب في معابر الوطن أناضل منذ ولدت حتى الكفن. ناشدتك أيتها الريح يا نهضة الأوطان تكللي بالحب وكوني للسلم تاجا وعنوان. سهرت حتى الفجر أسمع صوت المؤذن في رمضان يقول حي على الصلاة وأنا أقول ويح هذا الزمان. البيت غارق في البؤس والحقد مهيمن غضبان. لا بد للقهر أن ينجلي لا بد أن يتبدل السلطان. أحبك يا بلادي، سننهي هاي مسك الختام. أحبك يا بلادي وأهوى هواك كلما غرد الطير على الفنن. أهوى هواك كلما نور اللوز في حقول الوطن. أحبك يا بلادي فأبكي كلما بكت أم الشهيد فوق الكفن. أحبك رغم المآسي رغم المحن. أشتاق يا بلادي لمواسم الزيت والزيتون لسنابل القمح تموج في الحقول. أشتاق لهمسة الريح في التلال وفي السهول. أحبك يا بلادي فأكتب لك الشعر مزركشا مصقول. جئتك يا بلادي أنشد لك الحب لشعبي الكئيب أرجو له السلم أناجي المسيح على الصليب. أحبك يا بلادي وأهوى فيك الرمل والتلال أهوى الصحاري في الجنوب أهوى العوسج في الجبال. أهواك يا بلادي أهوى السنديان في الجليل في تل العروس أهوى المآذن والكنائس أهوى الخلوات وكل الطقوس. أحبك يا بلادي ليكن سحرك لؤلؤا يزهو على صدر العريس ليكن سندسا يرنو على صدر العروس. شكرا. صاحب تجربة غنية خصوصا في توثيق التاريخ والتراث لقريتنا بمعتقداتها عاداتها وتقاليدها إلى جانب كونه ناقدا. أدعو الأديب مسعد خلد ليلقي بعض الأضواء الاستعراضية في شعر كمال إبراهيم. مساء الخير للجميع، الحضور الكريم في هذه الأمسية المميزة ضمن أمسيات الإبداع إنتاج بيت الكاتب بإدارته وأعضائه المبدعين. أستهل مداخلتي هذه بمقطع للشاعر المحتفى به كمال إبراهيم يقول من في ديوان من 2006. أستاذ كمال، الشعر للفؤاد شراب لا يأتي على مضضي بل كالماء الزلال من الأعماق ينسكب. الشعر للإنسان طعام الروح لا يفارقها إذا حضر ينشط العقل والأبدان تنتعش. وأما إذا الشعر ولى فالروح تتعب والأجسام تنكمش. هذه هي نظرية شاعرنا في الشعر حسب رأي المتواضع. شعر سهل ممتنع بسيط لكنه قوي البنيان عذب المعاني. وتظهر هذه النظرة فيما يقدمه شاعرنا وبما يتناول من قضايا متشعبة متعددة متنوعة مبطنة بالشعور والمشاعر والحس الوطني والأممي والمحبة لجميع الناس والشعوب. مواضيع في عدة مجالات واتجاهات الإنسانية والاجتماعية والفلسفية والغزلية والوجدانية والوطنية
ابتداء من ديوانه الأول حديث الجرمق الذي صدر عام 2006، لتتوالى الدواوين شاقة عباب الإبداع لتوصلنا الليلة إلى نسمة الروح. لكنني اخترت أن أتطرق بأضواء استعراضية إلى المجموعة 17 والتي صدرت عام 2017 بعنوان جرعات شوق. بعض قصائد مجموعة جرعات شوق يمكن لم شملها تحت إطار مواقف ذكريات وذاتيات، وتشمل القصائد التالية: تأملات في زيارة مقام نبينا شعيب عليه السلام في الأول من أيار في الطريق إلى نابولي، الحياة مدرسة أنشودة، ألا تعلم في قانون القومية، نقل فؤادك في عرسك يا نزار، حالنا اليوم. سأتوقف قليلا عند قصيدة حالنا اليوم، والتي ترتكز على أجواء قصيدة للشاعر التونسي الأسعد عامر، والذي تم اتهامه بالكفر بسبب انتقاداته وصراحته. طبعا كعادة حليمة دائما بترجع عادتها القديمة. يقول الشاعر في افتتاحية هذه القصيدة: ويل لمن سلاحهم التكفير، ويل لمن سلاحهم التكفير، يتهمون من ليس على دربهم بأنه كافر حقير. وفي قصيدة في الطريق إلى نابولي من الذكريات يقول: سلام عليك يا بلدة الوطيدة، يا أنشودة الفجر في ثغر القصيدة، تركتك تختالين هادئة سعيدة. ومن الخصوصيات عند شاعرنا نقرأ في قصيدة في عرسك يا نزار، يقول: انقشع الظلام وازدانت الأنوار، عمر البيت وغردت الأطيار، تبارك البيت بالمشايخ الأخيار. العقبة لعندكم. طبعا دائما بنلاقي كمان قصائد شخصية مش كلها وطنية. أما الباقي من قصائد الديوان الغزلية فقد اخترت بعد إذن كمال أن أجبل عناوينها وأعجنها لأقدمها لكم مع جرعة شاي لشقراء تتخللها مصارحة ولهفة في غمرة حب فوق أرجوحة، لتتوهج جرعة شوق ووجد لمليكة الكون، ثم ظمأ فلبيك لأنك أنت شمعة ليلي مليكة العشق، وكلما غزلتك في نشوة السهر حبيبتي إلى ما لا نهاية، اقبليني عاشقا ولا تسأليني، فعلى لسان عاشق حب عارم، حبيبة العمر معبودة، أهيم فيك وهوايا هواك في سكون المساء. العزيزات والأعزاء، لا تؤخذوني على ما قمت به من تلاعب بالعناوين وعلى محاولة صهرها، لأنني أعتقد بأن إمكان سكبها هذه العناوين في قوالب نصية متناسقة كما قرأتها أمامكم يدل على أنها مترامية المعاني، متسامية الصور الفنية، ووصلت إلي كقارئ، وهذا هو أصل الشعر. فلذلك أهدى الشاعر كمال إبراهيم مجموعته كالتالي: إلى الذين يهيمون في سحر الطبيعة والجمال، إلى الذين ينثرون العطر في طيف الخيال، إلى الذين ينبذون الظلمة في غياهب الليال، إلى الذين ينشدون السلم ويكرهون الاحتلال. أخيرا أشد على يدي الشاعر مرهف الإحساس كمال إبراهيم، وأقدم كل التقدير والاحترام للشاعر والكاتب فهيم أبو ركن على تصميم وطباعة هذا الكتاب، ولبيت الكاتب إدارة وأعضاء وداعمين. أقول: كلما كرمتم كاتبا أو شاعرا أو فنانا، أو كلما دعمتم مبتدئا، فإنما تكرموننا جميعا، وشكرا للجميع. شكرا. هاي عدو الأخ كميل عرايبي عضو بيت الكاتب وابن المغار لمداخلة قصيرة، تفضل. يا زمان الوصل يا أهل الهوى، ليس من موقع النوى شيء أمر، لا تلوم مدنفا في ظبية هده الشوق وأضناه السهر، لفحة القهر
ونيران النوى في فؤاد الحر ألظى من سقر. يا نديم القلب يا نجم الدجى يا رسول العشق ما بين البشر. ألف تحية فخر واعتزاز للأخ الأستاذ أبو نزار جمال إبراهيم. إسلام. منبر كتابي وبيت للأشعار، منبع بنور وشع الشعار. أنت يا أبو نزار نور ونار، مشهد خرافي سندباد بحور، حروفك شهد سايل على الشفه. والف تحيه لك استاذ فهم خليل نجاح. اسعد الله مساءكم. بعض الملاحظات، اولا شكرا لبيت الكاتب والمكتبه العامه على هذه الامسيه الجميله، فهم يقدمون رسالة سامية في دعم الأدب والأدباء. ثانيا أود أن أبارك للشاعر كمال إبراهيم على هذا الإصدار الجميل، وطبعا هو كما تحدث قبل الجميع هو مثابر مجتهد وغزير الإنتاج. أصدرنا في دار الحديث العديد من الكتب لزملاء، كل زميل يتميز ببعض الصفات. أريد أن أذكر بعض الصفات التي يتميز بها الشاعر كمال إبراهيم. هو شاعر مثابر مجتهد ومنظم جدا، يعني عندما تصل إلي المادة منه نجدها منظمة، هذه القصيدة الأولى، القصيدة الثانية، هذه الفقرة للغلاف الخلفي، هذا هو الإهداء. يتميز أيضا بالمضامين قصائده المتنوعة، ولكن خاصة الغزل، وليس صدفة أعتقد أنه أطلق على ابنه البكر اسم نزار شاعر الحب، فأبو نزار هو أيضا شاعر الحب، وطبعا بقصائد سلسة في السهل الممتنع، ربما واضحة بعد الشيء ولكنها مقبولة وجميلة. فألف تحية وألف مبروك أبو نزار، وشكرا للعريف على هذه العرافة المتميزة. الأخ كمال إبراهيم لكلمة شكر للحضور. مساء الخير. حضرة ممثلي مجلس بيت جن المحلي نيابة عن المحامي راضي نجم المحترم، الكتاب والشعراء والأدباء، الحضور الكريم جميعا مع حفظ الألقاب، لا يسعني في بداية حديثي إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لبيت الكاتب إدارة وأعضاء، وشكر خاص لأمينة المكتبة العامة الآنسة داليا عطيلي. شكرا على استضافتي في هذه الأمسية الجميلة التي أعتبرها محطة مركزية في مسيرة الأدبية، وأشكر بشكل خاص الأستاذ الأديب جمال محمود قبلان مدير بيت الكاتب على ما بذله من جهود وترتيبات من أجل إقامة الأمسية وتبوئه إدارتها على أجمل منوال، وباقة تقدير للأديب صالح زيدان على افتتاح الأمسية بكلمة وافية عن بيت الكاتب الذي أصبح صرحا يستنار به من خلال النشاطات والفعاليات المكثفة التي يحييها دعما للثقافة والأدب في بيت جن والمنطقة. شكر خاص للأديب الإعلامي نادر أبو تامر على الدراسة القيمة التي قدمها حول مجموعة الجديدة نسمة الروح وقرأها نيابة عنه الأستاذ جمال قبلان. شكرا للشاعر شفيق قبلان على النظرة التي ألقاها على مسيرة الإعلامية والأدبية،
ولا أنسى أن أتقدم بوافر الشكر للأديب مسعد خلد على الأضواء الاستعراضية المقتضبة التي سكبها على إنتاج الشعر عامة، وشكر خاص للفنان المبدع الموسيقي سالم درويش ابن الرامة على الوصلة الغنائية بتأديته لحنا وغناء من كلمات قصيدة لوحة ضائعة. والشكر الكبير للحضور المميز والمكون من أساتذة وأدباء وشعراء ومشايخ وسيدات من بلدة بيت جن العزيزة وخارجها. لقد أسعدتموني كلكم بكرمكم ولطفكم وإصغائكم، إذ كان لي الشرف الكبير أن أحل ضيفا على بيت الكاتب خاصة والمكتبة العامة وبلدة بيت جن التي أعتز وأفتخر أني حظيت فيها بهذا التكريم الرائع الذي لن أنساه أبد العمر. شكرا لكم، ومرة أخرى ألف شكر. نرحب بالأخ أبو مران راضي نجم رئيس المجلس المحلي. رغم الالتزامات عمل جهده من أجل أن يصل إلى هذا اللقاء. تفضل قل كلمة للجمهور. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا في بيت جان. طبعا ندوات من الشكل إحنا منشجعها، إحنا لازم نعمل المستحيل من شان هاي الأشياء تتطور أكثر وأكثر، الثقافة التربية في هاي البلد. وأشكركم كمان كيف أنتوا كل مرة بيجوا لهون الكتاب، منكم إحنا بس بنتعلم. وميت أهلا وسهلا فيكم. تفضل. ولنا الشرف إنه ندعو الشاعر والمعلم بالنسبة لي الأخ أبي فراس نافي سويد لتقديم شهادة تقدير لشاعرنا أبو وليد. إحنا لأنه منعرف فراس كثير. تهنئة للشاعر كمال إبراهيم، مقدمة من مؤسسة بيت الكاتب والمكتبة العامة بيت جن بمناسبة إصدار كتابك بعنوان نسمة الروح، متمنين لك مزيدا من العطاء والتقدم. أيوة. شكرا أستاذ جمال، شكرا لبيت الكاتب للمكتبة العامة، شكرا لكم جميعا، نفتخر فيكم.